هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر سموه بالرفاع مساء اليوم بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة الذين رفعوا لسموه التهانية بمناسبة زواج سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة، متمنين لسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة حياة زوجية ملؤها السعادة. كما استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الوفود الخليجية المهنئة بزواج سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة، حيث استقبل سموهما وفد دولة قطر الشقيقة برئاسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ممثلي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ووفد دولة الكويت الشقيقة برئاسة معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومعالي الشيخ إبراهيم لدعيج الصباح والشيخ عبدالله محمد العبدالله الصباح والشيخ صباح محمد العبدالله مبارك الصباح والشيخ فهد محمد العبدالله مبارك الصباح. ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما استقبل سموهما كذلك عددا من الوجهاء ورجال الأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتقدمهم درويش الدرويش وأبنائه وعائلة المانع يتقدمهم عبد الله بن خالد المانع والوجيه عادل علي بن علي المسلماني، وقد أعرب الجميع عن تهانيهم وأصدق تمنياتهم لسمو الشيخ خليفة بن علي حياة زوجية سعيدة. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للوفود الخليجية المهنئة على مشاعرهم الطيبة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط دولهم مع مملكة البحرين. يا ماسكين جوها بدموع، يا ماسكين جوها بدموع، يا ماسكين السبب.